اسمتين أنقارة أو فيجا أو دوبنا، سماه الناتو سام 5، نظام دفاع جوي استراتيجي، دخل الخدمة عام 1967، زينة الرأس الحربي 217 كيلوغرام، قد يحتوي 16,000 شظية أو 21,000 شظية أو رأس نووي بقوة 25 كيلو طن. سرعة الصاروخ 4 إلى 8 ماخ. المدى الأقصى 150 إلى 300 كيلومتر. أقصى ارتفاع للهدف 20 إلى 35 كيلومتر.